لصناعة عصير البرتقال بداية يجب أن نقطف الثمار، فبعد أن يتم جني الثمار وتحميلها بشاحنات خاصة يتم نقلها إلى المستودعات الخاصة بمصنع العصير. بعد ذلك يتم تنقية كل الحبات الجيدة والصالحة للعصر عبر بعض العمال المتخصصين. تغسل حبات البرتقال جيدا ويتم تنظيفها حتى تكون مناسبة وملائمة لعملية العصر، وبعد ذلك يقوم العمال بتنقية الحبات الكبيرة والصغيرة، وذلك عبر مرورها عبر آلات تقوم بسحب الكبيرة والصغيرة على حدة عبر عمليات الفرز، ومن ثم تنزل إلى مكبس خاص يقوم بكبس الثمرة لإنزال مياهها بهذا الشكل. لنتابع. بالطبع يمر هذا العصير بعملية معالجة مثل التسخين وأيضا رفع درجة الرطوبة فيه، وذلك حتى يكون مناسبا لتعديله بعد ذلك ووضع السكر وضبط المذاق. يعبأ ببراميل خاصة كما تشاهدون ويحفظ في ثلاجات. يتم بواسطة بعض الكيميائيين معرفة جودة هذا المنتج وتركيز السكر والكثير من الأمور، وذلك حتى يتم ضبط نكهته جيدا ويخرج مذاقا رائعا ولذيذا. الزجاجات التي سيتم تعبئة العصير بها تصنع من خلال قطع بلاستيكية، يتم تسخينها بداية ورفع درجة حرارتها، ثم تدخل إلى مكبس خاص وتنفخ لتصبح جاهزة للاستخدام. لنتابع معا كيف تعبأ هذه الزجاجات بهذا العصير بعد أن يتم معالجته بشكل كامل. الآن تمر هذه الزجاجات عبر هذه المنطقة والتي بها يتم وضع هذه القطعة من النايلون حول الزجاجة، وهي بالطبع القطعة الخاصة باسم العلامة التجارية التي ستغلف حول الزجاجة، وبالطبع تكون عبارة عن ورقة، فتدخل إلى مكان به حرارة فتنكمش هذه القطعة البلاستيكية حول الزجاجة لتغلق عليها بالكامل، وبالتالي تصبح جاهزة بعد ذلك للتعبئة.
الآن تمر كل 6 زجاجات بهذا الشكل على هذه القطعة من النايلون وتقص لتنكمش على الزجاجات بشكل قوي، وبالتالي لا يمكن فكها أبدا. لنتابع في هذا المصنع كيف يتم إعداد الطعام. وبالطبع هذا النوع من الطعام هو اللحم المفروم بالتوابل، والذي به يتم جلب عجينة خاصة، وذلك حتى يتم ملء هذه العجينة بقطعة من هذا اللحم بالخضار، وبالتالي تقوم هذه الآلات بكبس هذه القطعة من العجين وإغلاقها حتى تصبح لقيمات صغيرة توضع بهذا الشكل وتصف في هذه القطع البلاستيكية. لنتابع. بعد أن تمر اللقيمات على البخار لتنضج جيدا، يتم تغليفها بهذه القطع من النايلون وعليها اسم العلامة التجارية لتصبح منتج يتم توزيعه بالأسواق. لنتابع.